السلام عليكم. لماذا الكثير من أصحاب الأعمال دائما يستقطبون الأشخاص ذوي الكفاءة العالية في حل المشكلات اليومية؟ ولماذا يعتبر ذلك شرطا أساسيا في الوظائف المعلنة؟ ولماذا الكثير يحاول استقطاب هؤلاء المميزين في حل المشكلات المستعصية والصعبة؟ لنتعرف على إجابة هذه الأسئلة خليك معي بعد هذا الفاصل، لا تشاهد هذا الفيديو المهم جدا لتطوير ذاتك وتطوير حياتك اليومية. ولكن بذكرك أخي الفاضل أنه لازم تشترك في هذه القناة ولازم تعجب بهذا الفيديو ليصل لغيرك ويصل للكثير ونشر القيمة والمعرفة بين الناس. ودعونا نؤكد أعزائي المشاهدين أنه لا حياة بدون مشاكل، والمشاكل تتجدد يوميا، وعموما الجميع يواجه مشاكل، ولكن المهم أن نطور هذه المهارة، مهارة حل المشكلات والعمل على اكتساب هذه المهارة، واللي إن شاء الله حيكون هناك بعض المعلومات المفيدة لك أخي الفاضل بخطوات حل المشكلات ومنهجية منظمة أنه أنت تصبح قادر على اكتساب هذه المهارة. ويقول أحد الخبراء أنه الكثير من المشاكل يمكن أن تحل بتغيير وجهة النظر لهذه المشكلة وعدم التمسك أو التعنت كل شخص برأيه إذا كان الهدف الاتفاق وليس الاختلاف. ودعونا نتفق أن منهجية حل المشكلات هي مهارة تحليلية، أي ترتكز على تحليل الوضع القائم وتقييمه بشكل جيد. ويمكن اكتساب هذه المهارة من خلال العلوم المعرفية والمواقف والخبرات اللي احنا مرينا بها والتجارب اليومية اللي دائما كل شخص بمر في أخواني الفاضل في مراحل حياته المختلفة. هذه بتخليه طبعا هو محنك وبتخليه يعني يكتسب مهارة حل المشكلات بشكل جيد. طبعا هذا يعتمد على نجاح الشخص في نظرته وردة فعله تجاه أيضا تلك المشكلة. ودعونا نجيب أعزائي المشاهدين على سؤال مهم جدا، وهو متى تحدث المشكلة؟ هناك بعض الإجابات لهذا السؤال، منها عندما يكون هناك اختلاف بين ما سيحدث وبين ما هو حادث في أرض الواقع. أيضا هناك عندما يكون اختلاف بين الواقع والمأمول، أو هناك فجوة بين الواقع والمأمول. أيضا تحدث المشكلة عندما تكون هناك نتيجة غير مرغوبة يتوقعها الشخص، فبالتالي لا تتحقق أهدافه، وبالتالي هناك شعور بعدم الرضا، وبالتالي أيضا هناك قلق وتوتر يصاحب تلك المشكلة. كما وتحدث المشكلة عندما يكون هناك سؤال بحاجة إلى إجابة كما في الدراسات البحثية، وأيضا عندما تكون هناك قضية أو شيء أو حاجة لم يتم تلبيتها أو إشباعها. إخواني الكرام، وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لخطوات حل أي مشكلة، وهذه الخطوات هي تتكون من 5 خطوات لازم أنت تحفظها عشان تكون قادر على حل أي مشكلة تواجهك أخي الفاضل. ونجي للخطوة الأولى وهي تحديد المشكلة أو الإحساس بوجود مشكلة، وهذه الخطوة هي مهمة جدا لأن الخبراء بيتكلموا أن إذا أنت شخصت المشكلة بشكل دقيق أو حددت هذه المشكلة فأنت وجدت نصف الحل. الخطوة الثانية وهي تحليل المشكلة، وهي تقسيم المشكلة الرئيسية إلى عدة مشاكل فرعية أو جزئية حتى تكون قادر على التعامل مع كل مشكلة جزئية على حدة والمساهمة في حل المشكلة الرئيسية. أما الخطوة الثالثة فهي إيجاد عدة حلول لهذه المشكلة، وذلك من خلال الاستعانة بأهل الرأي والخبرة والمشورة، ومن خلال أيضا جمع المعلومات اللازمة وتدوين كل المحافظات المطلوبة حول تلك المشكلة، لأن أخي الفضل هذا يساعدك على التعرف وتحديد وعلاج هذه المشكلة. وأما بالنسبة للخطوة الرابعة فهي مقارنة الحلول اللي أنا وجدت في الخطوة رقم 3 إخواننا الفاضل، بقارن بين هذه الحلول وبختار الحل الأفضل بالنسبة لي، the best solution. أما في الخطوة الخامسة فبنفذ الحل اللي أنا اخترته في الخطوة رقم 4، بقوم بتنفيذ وتقييم هذه الحل إخواننا الفاضل، وهي عملية مستمرة، وبكون هناك شخص مخصص لمراقبة تنفيذ الحل ودائما بيعمل عملية مراجعة مستمرة وتصحيح للأخطاء. وخليني أذكر معكم مثال بسيط على مشكلة معينة. يعني هناك ممكن يكون عندي تقييم أو أداء غير مرضي في العمل. طيب شو هي المشكلة؟ بتكون أنه العمل غير جيد أو نتائجه غير جيدة في العمل. أنا هيك حددت المشكلة إخواني على فاضل. طيب لو أنا حللت هذه المشكلة حجد بعض المشاكل الجزئية، مثال ذلك أنه التقييم الشهري غير مرضي، دائما الانتقاد موجه لي من المشرف أو من الإدارة، دائما الزبائن غير راضين عن أداء العمل، دائما هناك شكوى من المشرف أو من المدير، يعني بعض الأهداف لم تتحقق الشهرية أو المرحلية. هذا كله مشاكل جزئية تشير إلى المشكلة الرئيسية وهي التقييم غير جيد أو غير مرضي بالنسبة لأدائي في العمل.
بالنسبة للنقطة الثالثة، إيجاد عدة حلول إخواني على فاضل. ممكن هذا يكون بعد طبعا مشاورة مع أهل الرأي والخبرة والمشورة من المشرفين علي في العمل، من المدراء، من الزبائن، من ذوي العلاقة، من زملائي في العمل، ممكن من التقارير الربعية، وبشوف أنا الحلول اللي أنا ممكن تكون يعني مرشحة إنها تخدمني وتحل هذه المشكلة. ممكن يكون الحل إخواني الفاضل في دورة تدريبية، ممكن يكون من خلال يعني دبلومة، ممكن يكون من خلال الالتحاق في برنامج معين إني أحسن مهارة عندي، ممكن اشغل وفق يعني مونثلي بلان معينه تساهم في تحسين الاداء، ممكن اشغل ضمن مصفوفه الاولويات في العمل، وهكذا. يعني بضع انا عده حلول، وبعدها في الخطوه اللي بعد هيك انا بحاول اقارن هذه الحلول شو الانسب لي عشان انا احسن من ادائي في الفتره المقبله. وفي الخطوة اللي بعد هيك، بعد ما انا وضعت الحلول المبدئية يا اخوان الفاضل، ببدأ اختار الحل الافضل. طبعا تشاور زي ما حكينا مع اهل الخبرة، ممكن يكون حل مشكلتي في الانتاجية معينة، بتعلم طرق الانتاجية الفعالة، ممكن يكون حلي في دورة تدريبية، في كورس مجاني، في تطوير مهارة معينة، وهكذا. بحاول انه انا اخذ هذه المهارة او التحق بالكورس التدريبي من اجل المساهمة في حل هذه المشكلة. وبعد هيك انا بنفذ طبعا هذا البرنامج التدريبي وبطبق على العمل، وبعكس يعني هذه المهارات على عملي، وبالتالي انا بشوف المدير او المشرف مدى انه تحسن الوضع الجديد. اذا انا تحسنت وفي معيار انا بقارن نفسي عليه، فانت اليوم في تقدم وانت بتساهم في حل هذه المشكله بشكل كبير. عشانك لازم يكون هناك مشرف او مراقب او شخص يتابع حل هذه المشكله، بالتالي اذا في خطا او في ايرور ممكن هو يصحح، ونعمل كونتر كوركشن لهذه الاخطاء، وممكن انت تعدل ايضا اخوان الفاضل على الاخطاء اللي بتصير، وننفذ ونتابع ونقيم وهكذا. يعني خطوات خمسه لازم انت تحفظها لتغير من حياتك وتساهم في تقدمك نحو تحقيق اهدافك. وصلنا معكم اعزائي المشاهدين لفقره الشروط الاساسيه الواجب اتباعها من اجل منهجيه رائعه لحل المشكلات. الشرط الاول اخي الفاضل، لا يمكن تغيير المشكلات المتراهله او القديمه او المتشعبه او المعقده الا بتغيير الفكر القديم، الا بوجود فكر ابداعي جديد. لازم انت تغير الوضع القائم من خلال فكر جديد، عقليه جديده تتبنى الفكر الابداعي، وتتبنى هذا الفكر وتفعل وتطبقه اخي الفاضل على مستواك الشخصي او حتى على مستوى مشروعك او حتى على مستوى منظمتك. وخليني اضرب مثال على مستواك الشخصي. ممكن اخي الفاضل انت تتبنى مهاره معينه تتقن هذه المهاره، ممكن انت تلتحق بكورس تدريبي يغير من مجرى حياتك او يغير من مجرى مسارك الوظيفي، ممكن انت تاخذ مثلا شهاده في مجال شغفك، ممكن الدوله تتبنى مشروع قومي كبير وتشغل من خلاله الشباب وتوفر فرص عمل، او مشاريع التنميه المستدامه، وهكذا. امثله كثيره ورائعه ونوعيه لمثل هذا الطرح الجديد. وخليني ايضا احكي لك شرط اخر، انه مهارة حل المشكلات تكون مرتبطة ايضا باتخاذ القرارات. فاذا كنت انت رجل او شخص قادر على اتخاذ القرارات، بكون انت مهارة حل المشكلات لديك مهارة جيدة ورائعة، لانه انت تكون انسان قادر على اتخاذ قراراتك، فبالتالي هذا سوف يعطيك صفة وميزة رائعة عن الشخص الذي لا يتصف بقوة اتخاذ القرارات. وهناك شرط مهم جدا اخي الفاضل ايضا، هو تركيز على الحل ولا تركز على المشكله، لانه بركز على المشكله دائما بكون صاحب طاقه سلبيه ودائما بتعيقه عن ايجاد الحلول، بينما اللي بتركز على الحل دائما صاحب عقليه ايجابيه وسوف يجد الحل بشكل يعني عاجل وسريع. وخلي دائما اخي الفاضل يعني عقليتك ايجابيه في حل المشكلات، لانه هذه بتساعدك بشكل سريع انه انت تحل المشكله اللي بتواجهك. يعني مثل العبارات انا استطيع حل المشكله، انا استطيع تجاوزها، المشكله بسيطه، الامر سهل جدا، خلينا ايجابيين في حل تلك المشكله، وهكذا سوف تجد الحل بشكل سريع وخيالي. بينما صاحب الطاقه السلبيه لن يجد الحل ودائما هو متازم. ليش؟ لانه دائما بيحكي انا لا استطيع حل المشكله، المشكله صعبه جدا، المشكله مستعصيه، انا غير قادر، انا يجب ان استعين بخبراء يعني، وهذا يكلفني الوقت والجهد والمال، بالتالي انا غير قادر على حل تلك المشكله. يعني صاحب الطاقه السلبيه لن يستطيع حل المشاكل اخواني الفاضل. فعشان هيك بنقول لك خليك صاحب عقليه ايجابيه لتكون قادرا على تجاوز مشاكلك بشكل مستمر.
وصلنا للشرط التالي الذي يساعدك في حل المشكلات، انه انت دائما تكون في وضع الهدوء، دائما يعني يكون في مكان خلاب، في مكان طبيعه، في مكان يعني انت بترتاح له. فكر بهذه المشكله اخي الفاضل، حتلاقي الامور ان شاء الله يعني حتساعدك بشكل كبير، لانه دائما الصفاء الذهني والعقليه المتفتحه والمكان اللي دائما انت بترتاح له، هذا بيعطيك يعني نوع من التفكير الجيد، وبيساعدك على انه انت تجد الحلول الناجعه والنافعه باذن الله تعالى. عشان هيك بنقول لك احرص على الاماكن الطبيعيه، الاماكن الخلابه، الاماكن اللي انت بترتاح لها، لانه بتساعدك على التركيز في ايجاد الحلول لتلك المشاكل اللي بتواجهك. ومن الشروط الرائعة أيضا في حل المشكلات هي التفكير الجماعي، دائما تبنى أخي الفاضل التفكير الجماعي واستشارة الآخرين، لأنه هذا بيساعدك على الحل وإيجاده بشكل سريع جدا، بوفر عليك وقت وجهد ومال. دائما أنا بستشير يعني زملائي، بستشير بيشتغلوا معايا في بعض المشاكل تواجهني، فبجد الحلول بشكل أسرع. عشان هيك دائما شاور وخليك صاحب تفكير جماعي، وفكر بصوت الفريق أخي الفاضل. وبنصحك أيضا أخي الفاضل، إذا كانت المشكلة كبيرة حاول ان انت تضع خطه عمل لحل تلك المشكله، وعين في هذه الخطه او البلان يعني موارد بشريه او ماليه، شخص مسؤول عن متابعه حل هذه المشكله، ايضا وقت وجدول زمني، شو الموارد اللي حتستخدمها، شو هو المجهود المبذول، معيار لمقارنه الحل الخاص بهذه المشكله. يعني لازم يكون في عندك خطه مثاليه اذا كانت المشكله كبيره وتحتاج الى وقت ومجهود وموارد اخي الفاضل. وبحكي لك في النهايه، ما تنسى انه لازم انت تحط حلول مرنه، ما تكون هذه الحلول مقيدة، ما تخالف القوانين ولا يعني تعرقل تطبيق أشياء معينة، ولا أيضا تكون مخالفة للسياسات العامة، لأنه هذا بكون الحل غير منطقي وغير واقع. عشان هيك بنقولك دائما خلي حلولك مرنة بسيطة غير معقدة، عشان أنت تنال القبول من الجميع، وتساعدك على أنه تجتاز المشاكل بشكل رائع وجيد. وبهيك أعزائي المشاهدين انتهت من حلقة هذا اليوم، بتمنى تكون الحلقة رائعة إن شاء الله وتعجبكم، تكونوا استفدتوا منها وأضافت لكم قيمة إخواني الأفاضل. وبذكركم بضرورة الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو ونشر هذا الفيديو لغيركم من الناس اللي يستفيد ونساهم في نشر القيمة والمعرفة. وبذكركم إنه ما تنسوا المشاركة في البرامج التدريبية والكورسات المجانية اللي إحنا دائما بنعلن عنها في هذه القناة، وإنه أنت الطالب بحصول نسختك من الكتاب الإلكتروني كيف تبحر في السوق الأزرق وتكون خارج حدود المنافسة. وبقول لكم يعني بصراحة اشتركوا في القنوات الخاصة بالواتساب وبالتليجرام، لأنه احنا في عنا محاضرة تفاعلية إخواني على فاضل إن شاء الله خلال نهاية هذا الشهر عن منهجية حل المشكلات بطريقة منظمة ورائعة، فتابعوا هذه المحاضرة واشتركوا معنا وكونوا معنا دائما إخواني على فاضل. بترككم يعني في رعاية الله وحفظه، بني حديثي بقول الله عز وجل، ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.